تعال نطمن على حاله الطقس ونطمن برضه اولياء الامور على ابنائهم اللي بيؤدوا الامتحانات دلوقتي. ومعانا على الهاتف الاستاذ الدكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه ورئيس الهيئه العامه للارصاد الاسبق. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا صحافي، واهلا بالاستاذ عبير، واهلا بكل متابعينكم ومشاهدينكم عبر قناه مصر الطبيعيه. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور علي، وعايزين حضرتك تطمنا على حاله الطقس، وخصوصا ان احنا ملاحظين ارتفاع في درجه الحراره وكمان في نسبه رطوبه عاليه جدا. هي المشكلة أستاذ عبير في ارتفاع نسبة الرطوبة، بالفعل في رطوبة نسبية مرتفعة، يعني أنا بكلم حضرتك دلوقتي رطوبة نسبية على القاهرة العاصمة 50%، ف50% دي تعتبر كتير مع درجة حرارة حتى لو 27 أو 28 درجة مئوية دلوقتي. صحيح. طبعا بترتفع درجة الحرارة تدريجي، لأن ارتفاع نسبة الرطوبة بيزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من 3 إلى 5 درجات مئوية مرتبطة بالضغط الجوي، فلو الضغط الجوي منخفض نلاقي إحساسنا بيها كما لو كانت مثلا لو هي 27 يبقى 32، لو هي 30 بيزود الإحساس بالحرارة يا دكتور، صح كده؟ الإحساس بالحرارة، ما هو الإحساس بالحرارة تعبير عن الأجواء اللي موجودة. صحيح. ولكن هو بيختلف اختلاف بسيط من شخص لآخر، لكن هو تعبير، فما نلاقي مثلا أنا إحساسي بالحر ان هو 32، حضرتك ممكن يبقى 31، حد ثاني 33 في نفس المتوسط ده يعني. نعم. لكن هي بتزيد من ارتفاع اساسنا بارتفاع درجه الحراره من 3 الى 5 درجات مرتبطه بقيم الضغط الجوي. واحنا طبعا في فصل الصيف شهر 7، ودي ذروه الاستمرار في ارتفاع درجه الحراره. طبعا ممكن يبقى في موجات ترتفع فيها درجات الحراره عن 40 درجه مئويه، لكن احنا متوسطنا دلوقتي 36 درجه 37 درجه، يعني ده الطبيعي اللي موجود اللي احنا بنعيشه، اللي هو فصل الصيف اللي هو شهر 7، ان متوسط درجه الحراره العظمى على القاهره العاصمه 36، بتصل في الاقصر واسوان الى 40 و41، في السواحل الشماليه حول 31 درجه، ولكن الرطوبه النسبيه بتختلف بقى من منطقه ساحليه لوجه بحري القاهره لجنوب الصعيد. كل ما كنا جنب مسطحات مائيه كبيره زي البحر المتوسط في سواحلنا الشماليه، هنلاقي ان الرطوبه النسبيه، احنا بنتكلم في القاهره 50%، لا ده هناك 75% دلوقتي. طبعا الاحساس بيبقى قوي، لكن احنا لما بنقعد على الشاطئ في السي بريز ولاند بريز اللي هو التلطيف بتاع البحر، بيعمل تلطيف وانخفاض في درجات الحراره، حركه الهواء نفسها، التيارات الهوائيه اللي موجوده اللي جايه من البحر المنخفضه في درجه الحراره بتساعد على تشتت نسبه من بخار الماء، لكن لما نبعد عن البحر مسافه مثلا كيلو نلاقي ان الامور فيها مشاكل. حتى بالنسبه للناس اللي موجودين في سواحلنا بيبقى فيهم مشاكل، اي نعم درجه الحراره اقل لكن فيها مشاكل. الميزه بقى هنا ايه؟ مشاكل في الرطوبه يعني يا دكتور، ولا مشاكل في ايه بالظبط؟ مشاكل في التنفس. آه. مشاكل في الاحساس بالحراره والرطوبه والعرق، فده بيخلينا في اجهاد حراري، فاحنا عشان كده يبقى موجودين في مناطق خضراء كبيره، في مناطق مفتوحه، التيارات الهوائيه بتساعد على تلطيف درجه الحراره وفي نفس الوقت تشتت لبخار الماء اللي موجود، لكن لما تبقى اماكن ضيقه فبتبقى فيها هذه المشاكل اللي احنا اشرنا اليها، ولذلك المدن الجديده فيها السمه اللي موجوده دي اللي احنا بنتكلم عنها، الحدائق والخضره، فيها الاتساع، فيها عدم الارتفاع في البنيان، فيها كل العوامل ديت الجغرافيه اللي بتساعد على التقليل من الاحساس بارتفاع درجه الحراره مناخيا. نعم. لكن احنا بقى هنستمر معانا الوضع ده حتى الخميس القادم يا استاذ عاصم. أيوة. وهيبقى يوم الجمعه والسبت في ارتفاع في درجه الحراره، احنا بنتكلم في 36 هتبقى 39، هو الارتفاع مش كبير ولكن هو بيبقى واضح في هذا الارتفاع ان اشعه الشمس شديده، علشان كده لما تبقى الاجواء شديده الحراره نتغلب عليها باللبس الكاب، نتغلب عليها الخروج للضروره وقت الظهيره تحديدا، يعني اذا ما كانش في ضروره بنقعد في البيت، نتغلب عليها بنشرب سوائل كتير، نتغلب عليها ان احنا زي ما قلنا المناطق المفتوحه. الظاهره اللي موجوده دلوقتي ومؤثره على الطرق والحفظ، يجب ان يكون حفظ شديد للساده قيد السيارات عليها، هي القياده على الطرق بسبب انخفاض مدى الرؤيه الافقيه الناتج عن الشبوره المائيه الكثيفه، وبتصل لحد الضباب في سواحلنا الشماليه وشمال الدلتا، لان هذه المناطق غنيه بالخضره، غنيه بالمسطحات المائيه، فبتدي فرصه لارتفاع كبير في نسبه الرطوبه اللي ليلا بيصل الى أكثر من 90%، فده بيؤدي لتكون الشبورة المائية تصل للضباب وتنخفض مع الرؤية الأفقية لأقل أحيانا من 1 كيلومتر، فدي بتبقى معوق في الحركة المرورية على الطرق. عشان كده السادة قائدي المركبات بنرجوهم القيادة بهدوء، وطبعا جميعنا دلوقتي اللي بيتجه، اللي ما عندوش ثانوية عامة بيتجه للمصايف في سواحلنا، سواء كان على البحر المتوسط
او على البحر الاحمر، فنقول لهم خدوا بالكم في القياده، لان معظمهم بيحب الحركه والسفر خلال فترات الليل بعدا عن حراره الجو واشعه الشمس. صحيح. حتى يكون هناك يعني في مذاق واستلطاف لقياده السياره في فترات الليل. صحيح. وبعدا عن ما هو يزقنا ويؤدي الى ان احنا نشعر بملل اثناء قياده السياره في وقت الظهيرة. يعني مجملا كده يا دكتور، متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع لحد الخميس اللي جاي 36 مع ارتفاع في نسبه الرطوبه، صح كده؟ 36 37 ممكن تبقى الخميس، يعني هو الرينج ده. ده بالنسبه للقاهره العاصمه اسكندريه والساحل 30 31، لما ننتقل للوجه البحري ما بين 34 و33 في الشمال و35 في جنوب الدلتا. لو انتقلنا شمال الصعيد هنلاقيها حول 38 درجه مئويه، يعني من 37 ل 39. لو انتقلنا لجنوب الصعيد في الاقصر واسوان وجنوب سيناء هنلاقي من 39 ل 40 درجه مئويه. ولكن الميزه سواحل البحر الاحمر يا دكتور كام؟ سواحل البحر الاحمر حوالين، يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي وانا في اجمل شواطئ على البحر الاحمر، وصراحه مدينه سدر مدينه جميله جدا. يعني الجو خطير، اجازه سعيده، تصل عصمه 30 درجه مئويه، واجواء ومياه، يعني فعلا لازم نسوق لبلدنا. صحيح. بلدنا جميله جدا 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 باجواءها المناخيه، باجواءها الجغرافيه، بمياهها الجميله، اللون الازرق اللي ما بتلاقوش في العالم بتلاقيه موجود في مياه البحر الاحمر. في مناطق البحر الاحمر سواء كان العين السخنه او منطقه سيد هتلاقي درجه حراره ما بين 29 ل 31 درجه مئويه. لو انتقلنا في جنوب سيناء عند شرم الشيخ هنلاقيها مرتفعه شويه بتصل الى 37 درجه مئويه، لكن نسب الرطوبه منخفضه نظرا للطبيعه الجغرافيه. جنوب الصعيد زي ما قلنا في الاقصر واسوان بتصل الى 40 41 درجه مئويه، لكن نسبه الرطوبه كام؟ 10% وقت الظهيره، ليلا بترتفع الى 15 ل 20%، يعني ما بتسببش اي ارهاق كبير جدا لان درجه الحراره مرتفعه. العيد اخباره ان شاء الله من المتوقع يعني يا دكتور ان شاء الله كل الامور فيه ازاي؟ في درجات الحراره يعني. والله العيد هو نفس المعدل، يعني احنا بنتكلم يوم الجمعه القادم دوت هيكون مثلا هيوافق يوم رابع او خمس ايام شهر ذي الحجه، فهيبقى العيد على الثلاثاء ان شاء الله او الاربعاء، انا مش قادر احدد بالظبط، لكن هيبقى اجواء نفس الحراره 36 37 في فطبعا معظمنا بيتجه للمناطق الساحليه للاستمتاع بالاجازات والصيف والجو الجميل والبحر والكلام من ده. فهي اجواء عيد كلها ان شاء الله، وشهر يوليو ده شهر عيد ثورة 52. مساعدك طيب يا دكتور، وانت بالصحة والسلامة وكل متابعينك ومشاهدينك طيبين، وتحياتي لقناة مصر الزراعية والعاملين فيها كلهم للمتابعة المستمرة لإلقاء الضوء على الأحوال الجوية ومتابعة المشاهد بما يحدث من أحوال جوية وتغيرات مناخية. قبل ما أقفل معاك نصيحة أخيرة للمصطفين اللي موجودين دلوقتي على السواحل، تحب تقول لهم ينزلوا إمتى البحر ويبعدوا عن أشعة الشمس في توقيت من إمتى لإمتى؟ ينزلوا من الساعة 5 الصبح لغاية الساعة 10-11. تمام. أجمل فترة وأفضل فترة. صحيح. تكتسب فيها كل العوامل الإيجابية من تكون عظام، من قوة بنيان، من يود، من كل حاجة، وتعرض لأشعة الشمس براحتك. لكن من الساعة 12 لغاية الساعة 4 فترة بتبقى فيها أشعة الشمس فيها ضرر، اقعد تحت الشمسية أو روح ابعد عن البلاج وارجع تاني من بعد الساعة 4 لغاية الساعة 7، يعني عندنا في اليوم حوالي من 6 ل 7 ساعات. حلو. أجواء تقدر تستمتع بيها، ودي كفيلة إن احنا نكون في هذه المصايف ومتزمتين بيها. والنصيحة التانية للناس بقى اللي بتسافر أو ترجع، اللي احنا قلنا القيادة بحس أثناء تكون الشبورة المائية. حمستنا يا دكتور ان احنا نيجي والله. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. الله يعز حضرتك. انا باجي خميس وجمعه فعلا هنا. كل سنه وحضرتك طيب ونتمنى لك اجازه سعيده، واحنا فعلا هنخلص الهوا وهننطلق على طول. شكرا ليك الاستاذ دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه ورئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه الاسبق الحقيقه، يعني قدم لنا نصائح كثيره جدا، واهمها يا جماعه فتره الظهيره على قدر الامكان نبعد عن اشعه الشمس المباشره، مش بس اللي هم المصطفين اللي قاعدين على السواحل، ولكن كمان الناس اللي هي بتبقى موجوده في المدن واللي في اشغالهم يعني بتتضمن وجودهم في فتره الظهيره، يلبسوا كاب والملابس الفاتحه ويشربوا اكبر قدر من الميه والعصاير والسوائل، العصاير الفريش وليس العصاير المعلبه. ربنا يحفظ حضراتكم. معلش هو شهر يوليو واغسطس كده صعبين شويه في درجات الحراره، ولكن يعني ان شاء الله حتى طلبه الثانويه العامه عايزين كمان بالمناسبه بما ان العيد جاي في نص امتحانات الثانويه العامه وقبل الاخر، يا ريت اولياء الامور يدوا بس الولاد حتى اول يوم العيد ترفيه. الاولياء الامور اللي بيضغطوا على اولادهم ولازم تذاكروا في امتحانات الثانويه العامه، ما هو لازم برضو يشعر ان هو ما يختلفش عن التاني، فلازم يكون في
جانب من الراحه. بنشدكم اديهم حتى اول يوم العيد يستمتعوا بيه من اوله لاخره. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير.